ويحيي الأردنيون اليوم الذكرى 17 ليوم الوفاء والبيعة، ذكرى الوفاء للمغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، والبيعة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي تسلم سلطاته الدستورية في 7 شباط عام 1999 ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية. وبهذه المناسبة تلقى جلالة الملك برقية تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، عبر فيها مرسلوها عن أصدق معاني الإخلاص والوفاء للعرش الهاشمي المفدى. وكأن الزمن توقف حينها وأبى الوقت أن يتغير، وتجمدت عقارب الساعة عند 11:43 ظهر يوم الأحد 7 شباط سنة 1999. فكيف لا يتوقف الزمن وكيف تقوى عقارب الساعة على الدوران؟ وفي هذه اللحظات ودع العالم أجمع الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية. مولاي الحسين، ما زالت ذكراك عطرة وصورتك حاضرة بيننا، ودعناك رغما غنى وبكاك الرجال قبل النساء والأطفال، ولم نعتد يا مولاي من ذي قبل أن نرى غمان وشقيقاتها بهذا الحزن، ولم نعتد أيضا على فقدان بهذا الحجم. صور جنازتك المهيبة ما زالت عالقة في أذهاننا، ونذكر جيدا يا مولاي كيف كانت عمان ذلك اليوم، وكيف احتضنت رؤساء دول من مختلف أرجاء المغمورة الذين جاءوا ليشاركوا الأردنيين حزنهم في رحيل ملك القلوب. فكل ما حاولت في هذه الحياة وعبر هذه المسيرة ما كان إلا لينصب في اتجاه واحد وهدف واحد، وهو أنه العشيرة الكبيرة والعزوة الطيبة يشعر كل إنسان فيها بقيمته بإنسانيته بأثره بمكانته، ويساهم بالتالي في صنع ملامح المستقبل ورسم ملامح الطريق. إنسان واحد لا قيمة له في هذه الحياة، ولكن القوة الحقيقية هي في وضوح الرؤية لدى السواد الأعظم من الناس، في التماسك في الوعي، عندما تكون لغة الإقناع والحوار هي اللغة السائدة. مولاي الحسين المعظم، رغم رحيلك عنا إلا أنك أبيت أن تتركنا لوحدنا، فتركت لنا من كان قادرا على أن يكمل المسيرة من بعدك ويحمل راية الأردن لتبقى غالية خفاقة. فالسابع من شباط سنة 1999 كان يوما مفصليا في حياة الأردنيين، وبرغم حالة الحزن الشديد التي خيمت على الجميع إلا أن الأردنيين أثبتوا للعالم مجددا أن الدولة الأردنية راسخة جذورها. فانتقل نظام الحكم بعد وفاة الحسين إلى نجله الأكبر الملك عبد الله الثاني بن الحسين. الضياء شاع مجددا، والبذرة التي زرعها الحسين ها هي تورق وتثمر أملا وعطاء، وانقشعت غمامة الحزن من سماء الأردنيين وتحول الحزن لفرح. ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا ما زلنا نستذكر الحسين وعطاءه وتضحيته للأردن والأردنيين، وفي الوقت عينه نبصر المستقبل ونرى فيه إنجازاتنا التي كانت بالأمس أحلاما قد تحققت. سلام جلالة الملك المعظم. رعد بن طريف، رؤية